النهارده معانا في حلقه عيد الام، الحلقه المختلفه والمميزه، شخصيه بتطلع على الشاشه كلها وقار، كلها رصانه، كلها ادراك لمتغيرات حوالينا. هتلاقيه دايما بيتكلم وهو مركز في اللي هو بيقوله، سواء كان بيتكلم في الاقتصاد او في الاحداث الجاريه او بيستضيف شخصيه مهمه، هتلاقي كل حاجه عنده بحساب، الا لما سمعناه بيتكلم عن والدته. اول مره نعرف حكايات عن والدته، وحكايات مشوقه مش زي كل الحكايات. خلينا نستقبل اللامع الراقي المحترم الاعلامي اسامه كمال. امهات شكرا. الناس دايما بتحكي عن امهاتها قد ايه هم كانوا حنينين، وقد ايه كانوا بيشيلوهم من على الارض شيل، وقد ايه يعني كلها كده مرادفات. انت بتحكي بطريقه تانية عن والدتك، قولي. والدتي الله يرحمها كانت ست قويه جدا، ومن اصول فلاحي، فواخده كل القوه بتاعت الفلاحين. ورغم انها كانت ست قويه، انا كنت شايف انها ست قويه، كانت دايما بتتكلم انها ما كانتش قويه زي امها. تقول انا امي كانت تشيل الحله السخنه بايديها. ده يعني هي عايزه تقول انا ما بقدرش اعمل كده، ازاي انا ما بقدرش اعمل كده. احنا ثلاثه صبيان، انا الصغير خالص، احمد الكبير الله يرحمه اكبر مني بسبع سنين، شريف اكبر مني بست سنين، وانا جيت بقى في الاخر. لكن ذكيه قويه. الوالده اصلها منين؟ من قلت لي من الارياف، من انهي ارياف؟ من قريه قريبه من طنطا اسمها نفيا، في الغربيه. فهي جايبه صلابه السيده اللي اتربت في ريف مصر، اللي تعرف قيمه ريف مصر، اللي تعرف قيمه خلق ريف مصر، ده كله. ووالدي الله يرحمه كان من صعيد مصر. فيعني كنا دايما نقول لهم ايه اللي لم الشامي على المغربي يا جماعه؟ قبله فين؟ فطلعونا احنا التلاته هم. يعني كنت لسه عندي هنا اعتقد خمس سنين. بتقول ان مامتك كانت بتتطوع لعلاج المرضى. اتطوعت في الحرب العالميه الثانيه. تفاعلت جدا مع ان كان في كم من الناس اللي بتصاب في الحرب العالميه هنا في مصر ومن كل الجنسيات. فقالت انا عايزه ابقى نيرس، ما كانش ياما بيقولوا ممرضه، انا عايزه ابقى نيرس. فكانت يا اما بيقولوا لهم نيرس او بيقولوا لهم سيستر. فكانت هي بيقولوا لها سيستر نور، امي اسمها نور الله يرحمها. فسيستر نور اتبرعت واتطوعت انها تبقى موجوده في الحرب، اتعلمت على ايدين كل الجنسيات. فلما خلصت الحرب ما بقتش عارفه تعمل في نفسها ايه، فراحت اتبرعت او تطوعت بمعنى اصح في مصحة الصدر. وكان من ضمن الناس اللي كانوا مرضى عندها كان الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود، كان الممثل الجميل سلامة الياس. فكنا بنشوف الناس دي بتجيلنا بيتنا عشان خاطر هم بيحبوا سيستر نور اللي كانت ايام ما كانت بنوته كانت بتعالجهم في المصحه. يعني كل ده كانت قبل ما تتجوز ولا كانت اتجوزت؟ كانت قبل ما تتجوز. اتجوزت والدك وكونت اسره. قد ايه كانت هي ست صارمه محدده؟ ثلاث رجاله بقى، ثلاث ولاد. هي كانت ست ذكيه جدا، ومن ذكائها يعني انها دايما كانت تعرف تحط واحد زائد واحد يساوي اتنين. فقصه تتحكي لها في شهر 10، وقصة تانية في شهر 12، وقصة تانية مش عارف فين، فتركبهم وتطلع الحقيقة. مفتش كولومبو يعني، كانت أمي كانت كولومبو. تعرف تربط الأحداث ببعضها، تربط الأحداث ببعضها وتلقطها. وأعتقد إن ده ذكاء الست المصرية لما بتكون على فطرتها، ده ذكاء الست المصرية. وقولي إن أنت كنت ابنها المدلل مثلا. طبعا. مش عايزه كلام. طبعا بفكر. طبعا ايه ده فعلا؟ طبعا، والمفضل والمحبب وكل حاجه. ايه ده؟ صغير بقى ما
اخر العنقود. ايوه بس انت شخصيه جديه جدا على الشاشه يعني، فانا قلت لا ده راجل يعني ما تدلعش. ما هو الدلع مش لازم يبقى دلع مرق. ايوه مرق. الدلع تعلم، الدلع تقول لك ده صح وده غلط، وتبقي بتتعلمي حاجات بتاعه الكبار وانت لسه عندك 5 سنين وتتعلمي الكلام ده. كنت امشي في الشارع مع امي، لو شفت حاجه وعجبتني وعايزها ادوس لها على ايدها، لو دست لي مرتين يعني لا خلاص لا. معلش انت ماسك ايد ماما وفي محل اهو، ما تقولش يا ماما انا دي عجباني. لا بقول لها كده عشان خاطر ما احرجهاش لو هي معهاش، وهي ما تحرجنيش بانها ما تقوليش اني معيش. فهي كانت المشكله مش مشكله اصلها لا بلاش ده عشان السكر وحش للولاد ولا كده، هي مشكله معايا اجيب لك او معيش اجيب لك. فمعيش يعني ضغطتين على الايد. طيب دلوقتي في ضوء الحديث عن 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 سيده مصريه من غير ما حد يطلب منها اتطوعت في الحرب العالميه الثانيه لخدمه المرضى، ان هي اختارت كارير مساعده الناس لايمانها بالمهمه دي، فانا مش عارفه اسالك الاسئله اللي بنسالها الامهات العاديات يعني. احنا نسال ناس عادي. عايز احكي لك قصه بمناسبه التطوع ده. قول. سنه 68 كان في مظاهرات، انا فاكر كنت وقتها في تانيه ابتدائي، فقال لك هيخرجوا التلامذه بدري بعد الحصه الثانيه عشان في مظاهرات، فامي كانت خدتني من المدرسه. فابتدت الشرطه تضرب على المتظاهرين رش اللي هو بتاع العصافير ده اللي بيستخدموه. لا الرش الصغير ده. متذكر ان امي عملت تقريبا حوالي 30 عمليه جراحيه في الشارع بشوكه وسكينه تطلع للناس الرش من رجليهم او من كتفهم او من كده. معاها كان منديل، مش هنسى شكل المنديل ده، لونه روز كده، وتقول لهم هاتوا لي شوكه وسكينه، فيجيبوا لها من العماره شوكه وسكينه تقعد اللي بعده وتجري، وعمالين نجري في الشارع. واقول لها بس انا لازم انزل المظاهرات مش انا طالب. فدي كانت من الحاجات اللي هي بتواجه يعني، هي كانت شخصيه بتواجه، تخافش ما تقلقش. لا مش بس كده دي يعني واحده تعمل عمليات سريعه في الشارع الناس ما تعرفهمش في لحظه بانيك في لحظه خوف. لا دي ست مختلفه تماما. لا دي ام مختلفه. هي دايما كانت تتطوع يعني. لما كبرت في السن وبقت في السبعينات يعني في سن السبعينات، فتمشي تلاقي ولد وبنت ماشيين في الشارع وهو مميل عليها حبتين زيادة ولا كده يعني شوية دلع زيادة، فكان بالعصاية اللي في ايدها تمدها تجيبه من رقبته. لا ما تمشي عدل يا ولد. ده ست دغري جدا. امشي عدل يا ولد يعني. أسامة كمال أنت درست في فيكتوريا كوليج صح؟ بالظبط. فيكتوريا كوليج في اسكندرية. اسكندرية كنا عايشين في اسكندرية. عشنا في اسكندرية يعني. انتقلنا في الصورة اللي احنا عرضناها أو الصورتين اللي حضرتك عرضتيهم دول في أتينيوس في اسكندرية اللي في محطة الرمل. كان ياميها أتينيوس ده الناس لما بتخرج بتلبس كده وبيبقى فيه فرق مزيكا بتبقى شغالة وتبقى الناس عاملة ازاي. فكنا عايشنا في اسكندرية في وانا بداية من السن ده بداية سن ده انتقالي لاسكندرية. الثقافة فيكتوريا كوليج ممكن تكون مختلفة شوية عن الثقافة في البيت، حصل أي تضاد تعارض؟ والدتك كانت في حاجات قلقانة عليك منها؟ لا لأن كانوا إخواتي في مدارس كانوا في الإي بي إس اللي هي مثيل فيكتوريا كوليج وهو ده اللي احنا اتعلمنا عليه، وكانوا والدي ووالدتي بيتكلموا لغات، ووالدي كان بيتكلم فرنساوي أكتر، ولما ابتدى يعلمني فرنساوي فطبعا انا بنطق الفرنساوي بنفس النطق بتاع الانجليزي. فبيقول لي الفرنساوي في بقك زي الملبن في خشم الحمار. كان رقيق ابويا قوي قوي.
طيب ابنهم الوسيم اللي اتخرج من فيكتوريا كوليج اكيد كان عندهم يا اما طموح او رغبه ان هو يشتغل في حاجه بعينها، يعني الوالده الوالد قولي اللقطه دي في حياتك. الوالد كان راجل سبورتيف خالص، ادرس اللي انت عايزه، فهو اللي رحت خدت رايه. الوالده طبعا عايزه تدخل كليه الطب، يعني ما تدخل ايه غير طب، فطبعا كان استحاله ان انا ممكن افكر في موضوع الطب. فنجحت في ثانويه عامه ومجموعي دخلني كليه العلوم، فقالت لي هتخش كليه العلوم، وادتني هديه نجاحي في الثانويه العامه 10 ساخ، قالت لي انت اخرك كده بالمجموع ده هم 10 ساخ. واو. فروحت لابويا وقلت له انا بفكر ادرس حاجه من ثلاثه، عايز ادرس يا اما فنون مسرحيه، كنت بمثل مسرح في فيكتوريا كوليدج في كل مسرحيات شكسبير. فقال لي يا ابني مش هتلاقي شغل. قلت له طب عايز ادرس سياسه. قال لي عشان تعمل ايه؟ تدخل الخارجيه يعني؟ قلت له اه. قال لي ما عنديش وسايط، ما بعملش وسايط لحد. اللي بعده قلت له ادرس ترجمه فوريه. قال لي ادرس ترجمه فوريه. حلو. فدخلت ب 77% كليه كانت اياميها بتاخد 52%. كليه اللغات والترجمه جامعه الازهر. من هنا عايز اطلع مترجم. عايز اطلع مترجم فوري. انا ترجمت للرئيس مبارك 11 سنه. ترجمت، دخلت التلفزيون المصري الترجمه الفوريه في التلفزيون المصري. زاملت اعظم المترجمين اللي كانوا موجودين في مصر. خرجت في مؤتمرات كتير، درست ترجمه فوريه في الجامعه الامريكيه. ده واحد تاني ما نعرفوش، استنى بس، ده حد تاني ما نعرفوش. درست ترجمه فوريه في الاكاديميه العربيه في اسكندريه. طيب اللي اسمعه عن شغلانه الترجمه الفوريه دي ان هي من اكتر الشغلانات المرهقه للاعصاب. بيبقى فيها الشخص اللي بيترجم في ضغط كبير جدا، لانه مراكز المخ عنده شغاله بشكل مرعب، تحديدا لما يكون بيترجم لسياسيين ورؤساء. ده كلام مظبوط؟ علميا آه. ودايما يقولك المترجم الفوري ما يترجمش اكتر من تلت ساعة متصلة. بس احكيلك ان انا اول ما اشتغلت الشغلانة اللي دربني كان الله يرحمه سليم رزق الله، كان مترجم الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك، وكان راجل عظيم. لكن الحاجة اللي كانت غريبة قوي لما كنت بشوف السيدة عصمت رأفت، عصمت رأفت هفكرك بيها، هي مترجمة فرنساوية عظيمة، لكن هي اللي كانت طالعة في مسرحية مع فؤاد المهندس شجرة الدر، هي كانت دي عصمت رأفت اللي كانت طالعة مع يوسف شاهين لما في الفيلم بتاع اسكندرية ليه، لما راح عشان خاطر بيحضر المهرجان، فكانت هي الست اللي بتكنس وبتقدمه. شفت عصمت رأفت قاعدة بتترجم للرئيس مبارك وهي بتقرأ مجلة. عملت زي كده بالظبط، عملت زيك بالظبط. يعني هي بتترجم وفي ايدها مجله بتتفرج عليها، وفي ايدها مجله بتفر فيها وبتتفرج عليها، وهي بتترجم سامعه وبتقول والمجله. ما عرفتش ان الموضوع ده بسيط جدا غير بعديها بكام سنه لما اشتغلت بجد، ان الموضوع بيتحول لميكانيكال، بيبقى حاجه ميكانيكيه. دايما كنت حتى لما بدرس في الجامعه بقول للولاد، بقول لهم انتوا اللي بتعملوه انكم بتدخلوا الطور وتطلعوا سجق. ده زي الملبن اللي في بق الحمار كده. انتوا مالكم بتستخدموا امثال غريبه كده؟ بنحب الحيوانات. هي مصنع شغال خلاص، بتبقى الموضوع اوتوماتيك بيحصل، وبتبقى الدنيا ماشيه بشكل طبيعي وبشكل ماشيه، لحد ما يبقى مثلا في احد الناس اللي بتترجم لهم يبتدي يقرر ان هو مش يخرج على النص، ان هو يقلب عاميه، فيقلب عاميه اللي فيها نكته او فيها قفشه. هنا بتبقى الصعوبه ان انت تبقي النهارده القفشه الحقيقيه. لا لا، قولي على موقف او حاجه ما يعني وقفت قدامها في ترجمتها صعبه. ما وقفتش، لان هو دايما في الترجمه كنت نقول للناس ايه اللي بندرس لهم، مهما كان قول، واللي يجي في بالك الاول هو الصح، لانك لو استنيت هتسكت، هيفوتك حاجات تانيه في ولو كلام. سكت هتعرق، والناس هيبصوا لك فهتتوتر فهتعرق اكتر، فهتفضل ساكت، فياخدوك يشيلوك هيلا بيلا كده زي نجيب الريحاني يرموك بره، وانت تقف تقول لهم طب الطربوش. طب وايه اللي خلاك تسيب الترجمه الفوريه؟
ولا حاجة. الترجمة الفورية تعني عدم الانتظام في أي حاجة، لأن في لحظة هيجي لك مؤتمر 4 أيام في إثيوبيا، هيجي لك مؤتمر 3 أيام في المغرب، هيجي لك إيه، فهتسافري فهتعملي، فلا تقدري تنتظمي في إعلام ولا تقدري تنتظمي في عمل خاص. فبالتالي في لحظة من اللحظات لما الحاجات كانت كتير قوي، بدرس في الجامعة، بشتغل في الإذاعة، بشتغل في التلفزيون، بشتغل في بدرس في الأكاديمية، بترجم، بطلع مؤتمرات، بعمل حاجات ترجمة عادية، فكان لازم أبتدي أقول طب أنا هبطل ده، فابتديت أبطل ده ثم ده ثم ده ثم ده، يعني ابتدينا نقلل الحاجات مع السن بقى كمان. لا لا، أنا يتهيأ لي، ما مش عارفة إذا كنت غلطانة ولا لأ، أسامة كمال من الناس اللي عندهم شجاعة اتخاذ القرار بالتغيير. قرار لما بيجي وبيبقى ربنا سبحانه وتعالى بيلهم الشخص، واكتشفت إن على مدى العمر إن ربنا وقف جنبي في قراراتي، فبحمد ربنا على ده. طيب أسامة كمال الإعلامي المصري المحترم، هو بيحكي ازاي كان بيكلم مامته ويتكسف يقول لها انا عايز ده بس يشد على ايدها او يديها اشاره. ده جيل انا ما اعرفش، يعني الادب كان مش بس ظاهر، ده الادب كان طافح. لما بتشوف الاجيال الاصغر دلوقتي بتعاملاتها مع اهليها، بتعمل مقارنه ولا ما فيش مجال للمقارنه؟ احيانا بتعملي، طبعا احيانا بتعملي كده، اللي هو يعني شريف أخويا ابنه ما شاء الله دلوقتي كبير ممثل في أمريكا، فجاله في يوم كده وهو في الثانوي فقال له بابا، قال له نعم يا حبيبي، قال له ممكن أندهلك أقول لك يا شريف؟ قال له قول يا حبيبي، قول شريف. قال لي بقيت قاعد أسمعه وقال لي يا شريف يا شريف، فقلت له بقول لك يالا انا عمري ما ندهت ابويا باسمه وانت عمرك ما هتندهني باسمي تاني بعد كده. انا اسمي بابا. انا موافقه اخوك. انا موافقه اخوك. فلا طبعا فهي بتبقى طبعا مختلف. طبعا الجو مختلف، الجيل مختلف، بس الجيل مش المختلف مش جيل الابناء، جيل الاباء والامهات اللي ربوا، اللي هم موافقين على ده عايزين كده. ايه اقصى عقاب انت اخذته منها؟ أخدت مرة وحيدة أخدت ألم، أخدت ألم، بس يعني كنت فاهم الألم ده كويس قوي، إن هي بتعمل إيه بالظبط، بس دي كانت مرة وحيدة. أعتقد كان عمري يمكن 11 سنة. أيوة هو ده السؤال، حضرتك عملت إيه؟ عاملة سود. كنت عملت إيه ساعتها يعني؟ اتأخرت برة. لا والله اتأخرت وكنت في النادي، ما كنتش في حتة. بص أسامة كمال على ماما لو انت شايفني كمان. لا اصل 11 سنه ده هيعمل ايه؟ لا معلش ده مش المدام شاكه فيك. بصي هو انا كنت متخيل ان هو ده اللي انا عملته، يمكن انت تعرفي اكتر. لحد دلوقتي كنت فاكر ان هو ده السبب. طيب هنسالك اسئله بنسالها للناس عن الامهات المصريات، ما اعرفش بقى قد ايه هيبقى اجاباتك هتبقى متطابقه مع ناس غيرك ولا لا. خلينا نسال اسئله اساطير او اشاعات عن الام المصريه. طول الوقت طول الوقت بتصغر لك طبعا، لا تفعل وافعل، وده غلط وده صح، كل حاجة فيها الغلط والصح بالزغرة. في كل فيلم بنتفرج عليه في عبرة لازم تبقى قايلها لنا احنا الصبيان، رشدي أباظة طالع يبوس رجل مش عارف مين، يعني ايه يبوس رجل مش عارف مين؟ يعني دايما عندها العظات موجودة في الكلام ده كله. وفي نفس الوقت طبعا زي ستات زمان لما كنا صغيرين قوي ويبقى في بوسة في فيلم فتطلع تخبي علينا عشان خاطر ما نشوفش البوسة اللي في الفيلم. ماما برضه بتعمل كده. كل المامات بيعملوا كده. كل المامات بيخبوا. طب نسأل سؤال تاني. ايه الجمل اللي سمعتها من دول؟ اصل انا ما عرفتش اربي، بس لما يجي ابوك قوم ذاكر لك كلمتين ينفعوك، ابقى قابلني لو فلحت جميع ما سبق. لا ولا حاجة من اللي سبق، هي لسه هتستنى ابويا اما يجي. ده على طول. وانا ولا انا ما عرفتش اربي؟ لا طبعا عرفت، هي كانت بس الحاجه الوحيده تقول بقى انا خلفت 3 ولاد
لو كنت خلفت ثلاث بنات كانوا جابوا لي ثلاث رجاله، لكن انا خلفت ثلاث رجاله عشان خاطر ياخدوهم ثلاث بنات. اوه حكمه برضو حكمه. حكمه برضو. هي السوبر باور اللي كانت عند ماما التحليل، القدره على التحليل، قدره خارقه على التحليل. طبعا في طبعا ستات يعني تفقسك على طول. قدره التحليل يعني يستحسن ما تروحيش يوميها، يعني لو انت هتخبي حاجه يعني ما تروحيش احسن. ايوه يعني انت معلش اسامه كمان، حتى في وقت الشباب اكيد انت كنت طويل عريض، يعني عينين ماما ما تعرفش تكذب عليها. يعني هي امي كانت قصيره، وكانت حتى ما تبقى واقفه قدامي كده ودماغها واصله لي لحد هنا وتقول لي انت بالك قلبت بابا كده، انت بقيت بابا كده ليه؟ فلكن هي ليها البصه اللي تقدر تلقط. كان شريف اخويا اول واحد ابتدى يشرب سجاير، فكان بيحاول يداري ان هو بيشرب سجاير، فكان في حاجه زمان بتتباع اسمها سنسن. سنسن ده كان بيتباع عند الخردواتيه، ده بيعمل ريحه في البق كده زي ريحه النعناع يعني. فقال لك كنت بجيب السنسن عشان اخبي ريحه السجاير، فامي فقست ريحه السنسن فعرفت ان انا كنت بشرب سجاير. يعني صح. اكتر هديه لما كنت برسم زمان، فكنت برسم لها حاجات. سامة كمال احنا لازم نعيد اكتشافك مره ثانيه. والله انا لازم اعيد اكتشاف ناس مش عارف حصل ايه الموضوع الرسم. بس كنت برسم وارسم لها ارانب وارسم لها حاجات و بس انا هقول لك على حاجه، السي في ناس بتعتبرها مجرد خطوات لتدرج وظيفي، انما انت السي في بتاعتك هي مراحل وتنوع في الحياه، مش حاجه شبه الثانيه. لا هم شبه بعض كلهم. هم كلهم ماشيين في سكه واحده اسمها كوميونيكيشنز، التواصل. لما بتقفي على المسرح بتتواصلي، لما بتقدمي في الاذاعه بتتواصلي، لما بتطلعي في التلفزيون بتتواصلي، لما بنظم معرضي بتاع الاتصالات بتواصل. هي كلها وسائل بنتواصل مع الناس. وزي ما انت كده ربنا انعم عليكي بحب الناس الجميله اللي موجوده والناس الكتيره اللي قاعده بتتفرج علينا، فبنقول نعمه بتيجي من عند ربنا، بتيجي لكل واحد بمقدار، وانت شكلك اخذت المقدار الاكبر مننا. لا العفو، اشكرك على المجامله الجميله دي، اشكرك اسامه كمال، ده لطف منك. طب بص انا ما كانش ولا على بالي ولا على خاطري ان انا اعمل اللي انا هعمله دلوقتي. طب ما تعمليهوش خلاص. لا 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 ازاي الجزء من اهميه الشغلانه دي القدره على التفكير في الشر وتنفيذه. انا دلوقتي مش هو بيقول مترجم فوري صح؟ انا هنهي الفقره دي بعباره ما هقعد اكلكعها دلوقتي اكتبها، وانت بترجم فوري. انا اقول العربي معاكم دي. انا اقول العربي وانت تقول انجليزي. طبعا لا مش لازم نستغل مهارات الضيف. طب انا لازم ابقى يعني افتكرها في الاخر خالص. لا يعني بس انا هقول بالراحه، بس المهم يا رب يرزقني بكلام كده ايه عصيه على الترجمه. يا ساتر. طب انت هتكتبي وبعد كده انا هبص في الورقه واقول. ماشي اوكي ماشي اوكي. انا مش عارفه اصلا تعرف تقرا عربي ولا لا. هي عربي اصلا متاكده؟ بس ما تقولش انا اللي هقول بالعربي، انت بس هتقراها، هساعدك دلوقتي عشان لو في حاجه مش فاهمها. صوتي صوتك، خليك قاعد. أيوة. خليك قاعد. ايوه اقعد بقى اقعد. لا هقولها، انا هقراها بقى، انا هفتكر. استنى بس هتديني ورقه بعد كده. ما هو اقولها لك زي ما هو، انا هقولها جمله جمله وانت تترجم. لا انت قوليها وكلها وبعدين انا. طيب ماشي اوكي. احنا هنتكلم عربي، احنا بنخاطب جمهورنا في استراليا وامريكا ما بيتكلموش عربي، ومعانا المترجم الفوري المخضرم اسامه كمال. فانا بعايد الامهات وبقول لهم في عيد الام يجعل ايام كل الامهات فل، وبهديكم حبي اخر حاجه، وعلى راي الليمبي ست الحبايب يا حنانه ننا. ترجم بقى يا استاذ، ترجم يا استاذ. قال لك بقى ترجم للرؤساء وبتاع، ترجم. On Mother's Day, may every day for each and every mother be so rosy and happy. I offer you all my love to the maximum rim.
As one of our comic actors said. اسمه؟ لا ما بنقولش هم يعرفوا الليمبي. أما لا مننكر حقه. قولوا خلاص. قولوا بالإنجليزي. الليمبي. إذا كان هو ده اللي. ترجم اللي بعدها. ترجم اللي بعدها. نعم. طب ما تشرحي لي الأول يعني إيه حنانة نينة دي بالعربي. النص كده يا أستاذ. النص كده يا أستاذ. As Limbi said, you're every mother in the world. You are the love of my life. حنانة نينة دي ما بتاخدش ترجمة نينة دي. الإعلامي المحترم الرصين صاحب التاريخ الكبير والإطلالة الراقية بشكرك شكر جزيل وحبيت والدتك مع أنه يمكن بيفصل بيننا وبينها سنين كتيرة بس هي نموذج محترم قوي وأعتقد أنه أي حد مكانك لازم بقى فخور بيها إلى آخر العمر كل سنة وانت كل سنة وانت طيبة وبشكرك انك عرفتيني بضيوفك الجمال دول كلهم وبشكركم على الاستقبال الحافل الجميل ده ولكل جمهورك الكبير قوي في كل مكان في العالم ارجو طبعا ان امريكا واستراليا بس ما يقاطعونيش بعد الترجمة بشكرهم وبشكرك بجد يعني انا فخور بيكي كزميلة اشكرك قادرة فعلا ان انت على مدى السنين تحافظي على نفسك في القمة أشكرك أشكرك ودي شهادة الإعلام أسامة كمال الحياة بتقول ان احنا اللي بنحبهم نفتكرهم واحنا متبسمين واحنا بندعي لهم واحنا شايفين الحاجات الحلوة اللي فيهم ربنا يخلي كل بنت سند لامها ربنا يخلي ويحمي كل بنت سند لامها وصاحبتها وحبيبتها كبرتي الحلوة بقت تعمى بقت تعمى ولا سحر بصي الامهات جايين ينطلقوا انا الفانوس السحري النهارده صح صح